اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا من لا يصف نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا، كالجاهل بقدرتك عليه، أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه، وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا، وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤمرا لك، مستجيبا مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع في غيره، وأفرخ روعه من كل محذور منه سوى، فمثلا بين يديك متضرعا، وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، وطاطع رأسه لعزتك متذللا، وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه روعا، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك، وقبيح ما فضحه في حكمك، من ذنوب أثرت لذاتها فذهبت، وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظم غفران الذنب العظيم.
اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت بي من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت بي من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم يا اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك عما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني اللهم وثبت في طاعتك نيتي واحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل بي دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك أن تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئة كما ضمني وأوجبني محبتك كما شاء ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وضماني ألا أرجع في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك اللهم إنك أعلم بما أعملت فاغفر لي ما عليم واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها وعصمني من أن أقارف مثلها اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك فقوني بقوة كافية وتولى
الذي بعصمة مانعة اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي اللهم أعتذر إليك من جهدي وأستوهبك سوء فعلي فاضمني إليك في رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك وتأمنوا ممن يخاف المعتدون من أليم سطواتك اللهم فارحم وحدتي بين يدي ووجب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبته فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرما وعد على سيئاتي بعفوك ولا تجزي جزائي من عقوبتك وابسط علي قولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه أو أني تعرض له عبد فقير فنعشه اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزه ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك وقد أوجلتني وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوه فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرؤك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك من التوبة فلعل بعضهم برحمتك يرحمني بسوء موقفي أو تدركه الرقة على علي لسوء حالي
فينالني منه بدعوة هي أسمع إليك من دعائي أو شفاعة أو كدو عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حقة للذنوب فإني لك اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجعا غيبا من رحمتك إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على